بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المتابعين، فرق درسنا دريد أكو شابنا دري أكو دلاء ما لنجي دلائل النبوة. دلائل النبوة دليلاً لذلك يتبت النبش النبش وكما دليلاً لذلك سكي كما دا مؤجزوزي وانا إنبا لا ين النبش باب ذاك غنصبا. إتي لقد أقام الله الحجة على الخلق بما بثه في أنفسهم وفي الآفاق حولهم من الآيات الدالة عليه وبما فطرهم عليه وغرز في طباعهم من ضرورة الإيمان به. Ece Allah madaukaki ya kafa hujja akan hadisu da abin da ya yada shi a cikin kawunan su wa fil afaqi hawlahum da kuma abin da ya yada shi a cikin sasannin duniya a kewaye da su na ayoyi kauniya waɗanda suke ishara zuwa gare shi shi Allah wa fi anfusikum afala tubsirun sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim abin da yake ishara zuwa gare shi وبما فطرهم عليه ده أبن لي هذا تيسو يدبي أن تدسو أكنسا وغرز في طباعهم من ضرورة الإيمان به وما أبن لأ الله ملوك كي يتشوسا أتكين لبي أنسو ده جنسو يا زم غريزة يا زم هلتة أتكين لبي أنسو نأينه انتي لست إيماني لشي تمام أنسو إيماني لشي وأيضا بما منحهم من العقول القادرة على النظر والتأمل إلا أنه سبحانه رحمة بعباده وقطعا لحجة الناس اقتضت حكمته أن يرسل الرسل مبشرين ومنذرين. أيتكم أهل ينزو لا أبن الله ملوك كي يباس منحهم يمس جوتال شيناهم هنكلة القادرة والنسكيل كرفي أكي النظري ذاس إيه النظري سكلي الأمر ده الله يهد شيز سمر كسر كوئلة والتأمل لكم أين تأملي ده نظري أكن وقت أن أبوه ده الله يهد شيز سبب سقانا يدار شي سقانا أز ما شي لكم سو سكلي الله ما سين سنة ألوهي ينسى سيد الله ما لك كي سبب التوسيي لرحمة ده باينسى لكم ينكي حجا متاني أكنسو لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل اقتضت حكمته حكما ألا تاتبت أكن يتورو لمن زني ما سو غرغئي لبشارة تذكرون الناس سنة تناتد متاني ويستنقذون فطرهم وما سنة صامد عينهم سركن هل التنسو من ركام الشهوات لغتار شعووي وطغيان النزوات da kuma ainihin dagawa da girman kai na ainihin annazawat na dabi'un da suke tare da su kaman dabi'a ta son intiqami nazwa ce mutun ya zo ya illanta da wani ya kashe shi kaga wannan ita ma nazwa ce haka kuma nazwatul akil abinci sauran abubuwa da suke tare da mutun wannan idan an jale shi ba a tsamar da shi ba waɗannan abubuwa za su halaka shi ko su halaka addininsa saboda haka shine tughyan tughyan shine wato idan abu ya bunƙasa ya ƙaru ya girmama idan sharri ya girmama inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jari faga tagha kin wa ha'ula'i ar-rusul wa hum yakhbiruna 'an anfusihim waɗannan manzanni lokacin da aka turo su suna ba da labari game da kawunansu بأنهم رسل الله رسل من عند الله سوسك بعد الأبان جاء سوما زنين لك أو جنق الله ويطلبون من الناس اتباعهم كما سنة لما متاني سبيسو بفعل ما أمر الله به تهنجن أيك تعبن الله يأمر لي بشي وترك ما حرمه الله لكم مبارن قبل الله يحرم تاشي مما تدعو إليه الأنفس
daga cikin abin da ainihin ruhi ko rayuka suna kira zuwa gare shi, wallahwa da soye-soyen zukata, washahawat da kuma sha'awoyi. Yahtajuna ila adillatin wa barahin, manzannin nan suna buƙatan dalilai da hujjoji. Tubayyinu linnasi sidqahum, wanda gasken su zai bayyana ga mutane da wannan dalilai. Idan aka zo da dalili aka bayyana, to mutane za su yadda eh wannan gaskiya ne, sun dara mu kuma na tabbata wajen Allah suke. Walidha ayyada Allahu rusulahu bil mu'jizati dallati ala sidqihim, shi yasa Allah madaukaki ya karfafa ainihin manzannin sa da mu'jizozi wanda suke ishara zuwa ga gaskiyan waɗannan manzanni cikin abin da suka zo da shi. Yaqulu azza wa jalla laqad arsalna rusulana bil bayyinat, Allah ya turo su da bayyinat da hujjoji da dalilai. وهذه المعجزات التي هي التي هي التي تبين صدق النبي وان معجزاته سون يسكي بين ده غسكي النبي اذا النبي يازو ويعرف بها كذب المدعي للنبوه وما ده سون يزا اسن كريان ولا يي دعوا زوا ga annabci idan mutun yayi da'awa ne ba zai iya zuwa da su ba annabin gaskiya kuma zai zo da su. ورسولنا صلى الله عليه وسلم باعتباره خاتم النبيين وسيد المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم أما تأين سنوال ديكي چكم بكين النباوة ومس شغبان النباوة المرسلين شغبان منزلني فقد أمده الله بالعديد من الآيات والمعجزات والدلائل والبينات ما فاق بها جميع الأنبياء قبله. Allah ya karfafe shi da dewa daga cikin ayoyi da mu'jizozi da dalilai da hujjoji bayyanannu, ya karfafa shi da abin da ya fi dukkan annaba gabaninsa. Wa minha daga cikin mu'jizatul qur'anil karim, mu'jiza ta alqur'ani mai girma. Alladhi arada Allah an yakuna risalatan maftuhatan muwajjahatan ila al-umam, wanda Allah madaukaki ya nanufashi qur'ani ne ya zama wata sako buɗaɗɗiya mai fuskantar dukkan al'ummomi. La yahudduha zaman wala yahwiha makan, babu zamani da zai kewaye ta kamar yadda babu wuri da zai kewaye zai killace ta. Taraha al-ajyalu ala marri al-usur, dukkan mutane jil aji bayan aji sa'anni bayan sa'anni za su ganta to tsawon lokaci. Wa takraru ad-duhur, da maimaita zamani, duk wanda yazo zai gani, iyayen mu sun gani, kakannin mu sun gani, ya'yanmu da jikokinmu duk za su gani. وقد أشار صلوات الله وسلامه عليه إلى اختلاف معجزته. الله ملوكك يا إشارة زواج النبي صلى الله عليه وسلم، يا إشارة زواج أين ينسى بان معجزا سا معجزا دي زود إيتا غاغر قيو دي زود إيتا عن معجزات الأنبياء بم بنش سكان انت لأين ينصور معجزو جين النباوة. وقال سيتم ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر, babu wani annabi face an bashi kwatankwacin abin da aka bashi, wato akan kwatankwacin abin da aka bashi abin da wato illa u'tiya min al-ayat, kowani annabi an bashi ayoyi hujjoji da zai zo da su. Ma ala mithlihi amana al-bashar, abin da akan kwatankwacin sa mutane suka yi imani, annabi kaza ya zo da mu'jiza kaza an yarda da shi, annabi wani an yarda da shi, wani an yarda da shi, kowa ya zo da ainihin hujja gamsasshiya dan ga yarda da shi kuma an yarda da shi. وإنما أوتيت وحيا أوحي إلي, لي أنبان وحي إذا أقيم شيء. وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة, إن فات إن كسن شنين وفي يوم مبيا وفي قيامة أغدو أن يتبت. ولقد تحقق رجاؤه, ما تبس وأن أمن لي فات يتبت. وكثر أتباعه, مسو ينسى مبيا سسنية ويت على مر القرون, akan wato tsawon lokaci da tsawon ƙarni ƙarni. Hatta balagu fil asr al hadir khamsa khumsa sukan al ard, mabiyan annabi sai da suka kai a wannan zamani da muke ciki ɗaya bisa biyar na mazauna ƙasa, dan ka raba duniya kashi biyar to annabi yana da kashi ɗaya, ba annabi da yake da wannan kaso mai tsoka. Walau annahum iltazamu bi ta'alimi hadha annabi fi aqaidihim, da a ce sun lazimci karantarwar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cikin aqidunsu, wa ibadatihim da ibadansu, wa sulukihim da dabi'unsu, wa adraku mas'uliyatahum fi ad-da'wati ila Allah, kuma sun fahimci nauyin da yake kansu wajen kira zuwa ga Allah. La haymana ad-da'watu al-islami ala jami'i al-ard,
ده أواد مسلم جزاء تمام دكا قصا قبا ده. ولا دخل الناس في الدين أفواجا، ده متاني زاد شجاع الدين تواقع تواقع بعد أن سقطت الشعارات. باين ده أينه الشعارات تاكي يا فادي، ولا صدق تاكي نا ماسونية يا فادي، تاكي نا اشتراكية يا فادي. إن الشعارات شعار يو منسن شعاركم. وأفلست المذاهب، باين ده مذهبه بي سنسياتي دوة مذهب تاسياتي. وعانى الناس من التيه والضياع، متاني سن يتفاهم هذا التيه رشن القبلة والضياع ده سلولتا. واللهث وراء السراب دعينهم اللحس وراء السراب، السراب شيني قول وينيا اللحس كما لاساه واتو دكما لاسا باين قبل وين يا مي معنى ونن معنى ونن شيني متاني واتو سنا غنين قبل وين يا اچان غبان سو سي سو دوكا روا سي متي يمودي هرشن سينا كمان روا يشيغا شكي معنى دو وني بورين دا سكا سا غبا كدي دا سكا سا واتو سكا جينا اكن ونن بوري يا سال وانتا يا زمو باب يو بورين سو شيني ونن قبل وين يا كما كدي كما شيني ونن لاسا ونن buɗe harshe da kuma neman biyan bukata kuma babu biyan bukata. Alkhadi'a wannan ƙawalweniya mai yaudari sai ka ganshi kusa in ka zo kuma babu sai ka sake tafiya sai ya sake bayyana gabanka. Wato biqi'in yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a, yawa adh-dhama'anu ma'a ya dauka akwai ruwa amma kuma ba ruwa bane. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wajada Allah 'indahu fawaffahu hisaba والله سريع الحساب. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم لبع الماء من بين أصابعه. تجد شيء مؤجز النبي صلى الله عليه وسلم مؤجزه شيء بين الهواء لقائنا سكن كان ياسونسا كم بوم بوم هكا ينزل. وقد حدث هذا كثيرا ولا يا فارس والديوا باماس والديوا. ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يأتي عطش الناس يوم الحديبية، متاني سنكي شيران هديبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم أقول ركوة قانو، وتركوة جمع ركاء وركوات قانو. فتوضأ منها هي الولاء أشكي، ثم أقبل الناس نحوه متاني سنزو كسرشي، وقالوا ليس عندنا ما نتوضأ به ونشرب. بام دروا النزامي الولاء ميشأ مشايا رسول الله إلا ما في ركوتك سيدي أبن ديك تكون إركوانك يا رسول الله وننك بابه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، سيد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الماء يفور من بين أصابعه سيغا روائنا زبا أكن كان يا سنسا كأمثال العيون كما إذن هو لقدوسي هو إذن هو لقدوسي. قال فشربنا وتوضأنا سيمك شامك يا الولا. قيل لجابر كم كنتم نوني أدنكم كنت سنشين نوني، قال لو كنا 100,000 لكفانا. يجي كودا من كسنشي واتو دبو دري ما يشدي إشيهم. يجي كنا 15,100 15,100 نوى كينا ها 15,100 نوى ها 15 دري هرشا بير نوى دبور دري بيرا فينا 15,100 لسافينا أسلينا إياي 15,100 شابير دري ها نعم دبور دري لشابير ها هاي زافي دبور دري بيرا يا أوه بس كير مزنا كي عدد سؤالي يا كي هذا فإشان نظام الآن بساب يابا موهلا إن شاء الله. إن شاء الله. نعم.